السلام عليكم، راح نكمل شرح شابتر 2. بيحكي لي عن أنواع الأخطاء بالهورز ميجرمنت ومصادر الأخطاء، وطبعا سيستماتيك ايرور. عندي أول شيء تايب لينكث ايرور، قول لي لينكث ايرور بسميه سي 1. أنا عندي خمس أخطاء سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 زائد سي 4 زائد سي 5، دول جمعتهم للمسافة اللي أنا قستها تعطيني المسافة الصحيحة. يعني أنا رحت قست مسافة طلعت 120 متر، بس هي ما بتكون 120 متر، لا، في عندها عدة أخطاء حسب الظروف اللي عندي. هم سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 وسي 5، بجمعهم لل 120 بيعطيني المسافة الصحيحة. هون بيقول لي أول إشي، بيقول لي length error، يعني إنه طول المتر خطأ. كيف يعني؟ بيقول لي لو أنا عندي متر، قول إنه المتر طوله 20 متر، قلنا أنواع المتر في عندي 10 15 20 30، المتر طوله 20، لكن قال لي الطول الفعلي هو 19.95 متر، تمام؟ فبقول لي أنا قست مسافة عبارة عن 120 متر، قول لي احسب الخطأ اللي عندك ببساطة. الأس total measured distance اللي هي 120، والأل والسين لينكث، السين لينكث اللي هو الحبل، طول الحبل اللي انت تشوفه اللي هو 20 متر طول الفعلي، ضرب في 20، لا ال1 اللي هي الاكتشوال لينكث الطول الفعلي له اللي انا فعليا قسته طلع 19.95. بالتالي هذا هو سي 1، طلع معي رقم صغير. شو بعمل؟ بجمعه للاس، طبعا طلع سالب، هو مسافة فعليا اطول من الطول الفعلي، طلع موجب مسافة اقصر. خطأ السي 1 اللي بطلع معي بعوضها مع هذا الأس. هذا أول حبل ببساطة. دائما الأل والأل هي طول الحبل الفعلي اللي على المتر اللي هو 20 30، حكينا عنهم. الأل 1 اللي هي الطول اللي أنا لما قسته طلع معي فيه إيرور، تمام. طيب احنا قلنا هون نوع المتر، لو قال لي 25 متر أروح أعوض 25، لا قرب قرب، يا على 30 يا على 20. قال لي المتر طوله 26، ما بعوض 26، لازم اعوضها 30، لازم اقرب 30. ما عندي متر طوله 21، لا متر 30. هون الال لما اعوضها اعوض الاطوال اللي كانت من ستاندرد فوق. difference between measuring and standard temperature error. الخطا الثاني سيتو بسبب الحراره، بقول لك انا عندي درجه حراره معياريه اسمها تي، مقدارها هاي 20 درجه سلسيوس، حفظها حفظ هاي، تمام. فبالتالي لو انا عندي الالفة برضه معطاه بالامتحان او حفظ كانه اللي هي 10 سالب 5، ترى قوة سالب 5 اللي هي معامل التمدد الحراري للحبل. احكي انا عندي مسافة 120 متر درجة حرارة 17 سلسيوس، احسب السي 2، بقول لك سي 2 بيساوي 10 قوة سالب 5 ضروبة في المسافة 120 متر ضروبة في تي 1 اللي هي 17 ناقص 20 درجة من التي هاي، تمام. معي الخطأ، تمام. سي 1 وين راح؟ أعطني معلومات تخص سي 1، أحكي المسافة النهائية هي S تنقلتها زائد سي 1 زائد سي 2، أعطاني معلومات بتخص سي 1 بشطبه بكون صفر، يعني بعتبره مش موجود. أنا الأخطاء هاي اللي أنا بشوف المعطيات عندي بالسؤال، موجودات عندي خطأ بحسب معطياته من بجمع موجود خلص. الخطأ الثالث يقول لك بسبب التنشن فورس، بسبب التنشن فورس بصير عندك قوة S على EA في T1 ناقص T، E مش درجة حرارة، هاي تنشن فورس، تنشن فورس هاي، تمام، الشد. بكل بساطة الأس المسافة اللي قسناها E المودلس الاستاتيكي اليانج مودلس عن مطابق الامتحان 2 في 10 قوة 6 جرام على سنتيمتر مربع، رجاء ركز على الوحدات. اي اي معناته الاي لازم يكون بالسنتيمتر مربع، لما اضربها بالاي بيعطيني كيلو جرام، والفورس عندي هون بالكيلو جرام، اموري تمام. بالتالي دائما بدك تعرف انه انت الوحدات عندك لازم تكون متساويه. اي هاي دائما 5 يا حفظ يا معطى بالسؤال مش ذاكر، تي 1 هي معطى بالسؤال لازم تكون هاي نفس هاي. اي اي وركز على الوحدات، ببساطه راح ناخذ امثله عليهم واحد واحد. الخطأ الرابع هو الساج ايرور،
اللي هو خطأ التدخين بيسمونه، والبريدكشن يعني لو أنا عندي هالمسافة أقيسها مرات الحبل بيجيب صار هيك الديفليكشن بالستركتر، هذا هو الخطأ ناتج عن الساق. أكيد المسافة هاي نفس المسافة هاي، الخطأ عندي هاي قانونه شاذ شو ماخذ عامل مشترك عبارة عن سالب دبليو تربيع 24 تي 1 كل تربيع في ال تقريبا زائد ال تقريبا. شو هاي؟ هي اس، هي اس المسافة المقاسة اس، ما احنا قلنا مش اس تقريب. وبديش هاي، لا انت بتخليها زي هيك ليش؟ ببساطة مقصود انه المسافة انا مثلا طول المتر 20 والمسافة عندي 80 متر، تلاقيني ايش عامل؟ اسمها المسافة الأولى، المسافة الثانية، المسافة الثالثة، هاي ال، هاي ال الاسم تمام. نفس اللي حكينا كيف اقيس مسافة اعلى من طول المتر، انا عملتها عشان هيك لانه بالغالب المسافات اطول من طول المتر. فبتلاقيني انا ابري هون، حاط ابري هون، قايس معي طلع معي هاي مثلا طول المتر 20 20 او طول المتر 30 قول، هاي 30 وهاي 30 وهاي 20 متر. تعوض تعوض هون الطول الكامل للحبل هون الطول last distance. طيب ال W شو ال W؟ اول شيء ال C4 هو اسمه ساق ايرور، U هي ال weight of unit length the tip، يعني المتر طوله 20 متر تمام. الوزن هو بيعطيني وزن الحبل هو مثلا 1 كيلوغرام اسمنا جبته. انا هاي تكون مثلا دبليو كابيتال، دبليو سمول شو بتساوي؟ اللي هي اللي انا بتعوضها بالقانون 1.21 لازم تعوض تكون وحدتها كيلوغرام لكل متر. يعني هاي الثاني الدبليو كيلوغرام لكل متر، اللي هي التنشن فورس اللي مطاب السؤال، مش الخمسة مطاب السؤال. هاي رسمة الساق ايرور. الخطأ الخامس الستوب ايرور، يعني بكل بساطة انت جيت بدك تقيس المسافة المقاسة. احنا دائما بنحكي ايش؟ هوريزنتال ميجرمنت، يعني مسافة هوريزنتال، هاي هوريزنتال. مثلا لما يكون عندي نقطتين واحدة ارتفاعها هيك واحدة ارتفاعها هيك، انا راح اقيس، راح اقيس هاي، اقيس ايش؟ الفتحة. اجباري انا بدي مسافة افقية، فعندك حلين، يا فيثاغورس بتحكي الفتحة تربيع تساوي فوق التربيع تساوي في تربيع زائد اس فتح التربيع تمام. هاي المسافة اللي انا بدي اياها، المسافة المقاسة صح فعليا. يا اما القانون اللي معك فوق خطأ، خطأ شو بيساوي؟ سالب في تربيع اثنين الفتحة على اثنين الفتحة، تجمعها للاس اللي معطيك اياها بالسؤال تطلع ايش؟ اس فتحة تربيع. يعني نفس الاشي، يعني يا فنيجي للهيو. فبالنهاية أس فتحة اللي هي المسافة المقاسة هي الأس الأصلية زائد الخمس أخطاء corrected distance. فلما يجي يقول لي corrected distance المسافة اللي أنا قستها زائد مجموع أطوال مجموع الأخطاء. عندي أمثلة، عندي أمثلة using a 30 متر using a 30 متر تيب، طول الحبل 30 متر. Distance as measured and found to be 153.45، يعني الأس الصحيح هاي 153.45. Afterwards the actual length of the tape is found to be كذا. لما أنا قست المسافة طلع معي ال L1 اللي هي اللي أنا قسته فعليا 30.5. فين دي خطأ؟ Systematic error. توجد المسافة الصحيحة. بكل بساطة عندك حلين، بعمل نسبة وتناسب، حل يعني إضافة، نطبق القانون. شو بقول؟ C1 بأس على L L1 أسأل L أس كم؟ 153.45 L 30 L1 30 5 30 تمام؟ طبع معك الرقم هذا بجمعه لل 153.45 وبخلص الحل. L 30 L1 كذا L أس كذا القانون طلع معي الخطأ 5.6 قدماته الأصلية طلع معي هيك. الثاني نسبة وتناسب كيف يعني؟ يقول لك إذا الثلاثين فيش كم بدها تعطيني مسافة صحيحة؟ الثلاثين صفر خمسة 153.45 من نسبة وتناسب 153
بوينت 4.5 في 30 30 صفر خمسة جيني بلس أو العكس كأنه عكس الثلاثين هي اللي بتعطيني هاي المسافة، فالثلاثين بوينت صفر خمسة بدها تعطيني هذيك المسافة، هاي القانون تبعها، فيها بتطبق القانون الثاني اس فتحة اس تساوي ال1 ال، اللي هي الثلاثين في المسافة الفعلية في المسافة طول المتر بتساوي المسافة الفعلية في المسافة المقاسة. شو عملت والله بس؟ هي هاي ال ال1 هاي اس في اس فتحة تالي اس فتحة في ال1 تساوي ال هيك عملت تالي اس فتحة على اس تساوي ال ال1 انا خربطت القانون جلوب ال1 على ال ال1 على ال يعني هاي خطأ ما بعتذر القانون الاصلي يا بتطبق هذا يا بتطبق الثاني السؤال الثاني قول لي the maximum and minimum measuring temperature for a tape full length الكامل 50 متر ال 50 قول لي اذا الخطأ ما يتجاوز 1 سنتي يعني 1 سنتي يعني 1 على 100 وتساوي 0.01 هذا الخطأ ايش temperature بده سي 2 سي 2 شو بيساوي الفا اس تي تمام يلا في 2.01 10 قوة سالب 5 المسافة اللي المسافة هي 50 هون قال لك full length tape يعني مسافة قاسة هي نفس طول الحبل 50 تي 1 وبده درجة الحرارة تي 1 ناقص تي اللي هي 20 بتطلع معي تي 1 اما 40 او ايش ممكن انا الحراره تكون هو بقول لك احسب لي اقصى درجه حراره او ماكسيمم او مينيمم ببساطه اذا انت درجه الحراره زادت خطا بده يزيد درجه الحراره قلت يصير الحبل لو قل شرينكج يصير له ليبعوض 0.01 يعني بعوض 0.01 موجبه باخذ القيمتين بالامتحان اذا طلب مني درجه حراره ببساطه انا لازم أطبق مرة أعوض إشارة موجب مرة أعوض مسافة سالب تمام مرة أعوض مسافة خطأ موجب ومرة خطأ سالب هاي الحالة بس بالحالة اللي قبل لو طلب منك الطب الفعلي أو الطب الصحيح لازم أنا يكون دائما خطأ وأعوض إنه مرة موجب ومرة سالب ليش ممكن الحبل طوله يزيد ممكن الحبل طوله يقل طيب السؤال ان اريا measured using a 30 متر تيب was found كذا بقول لي اذا الخطا دي 5 سنتي سي 1 طبعا هذا الخطا سي 1 وايش اقول لك سي 1 خطا انه انا المتر طوله 30 بعدين قال لي مس يعني الحبل طوله قال لي 29.95 ال 1 ال بالاريا انا نفس قانون ال انا عملته قبل شوي نسبه وتناسب بدلالة الاريا بعمل تربيع لانه اشتقاقه طويل فاني اضرب في طول وهكذا الاريا الصحيحة على الاريا الفعلية او ال1 على ال لكل تربيع بس بعوض القيم بطلع معي الاريا الصحيحة بطلع معي الاريا الصحيحة يعني اذا طلب مني طول بروح له على نسبة وتناسب او على الخطأ هذاك طلب مني اريا بطبق على القانون نسبة وتناسب بس تربيع تمام خطأ والسؤال الرابع السؤال الرابع بيقول لي calculate the error in a distance AB due to the difference in elevation أول ما تشوف كلمة difference in elevation أعرف إنه هذا C5 think that the elevation of point A 20.45 elevation of point B 17.45 عين نقطة A نقطة B أي ارتفاعها 20.45 ارتفاعها 17.75 The measured inclined distance المسافة المائلة إيش؟ line الانكلايند 30.24
بقول لي calculate the horizontal distance between المسافة، المسافة اللي هي أس فتحة. عندي حلين، قال لي هاي ارتفاعها 20 أربعة خمسة، وقال لي هاي ارتفاعها 17.75. شو المطلوب مني دائما؟ أحسب ارتفاع، الارتفاع اللي هو V. V شو بدي أساوي هون؟ ببساطة 20 ناقص 17 طبعا 2.7 متر. عندي حلين، يا بقول التربيع تساوي اس تربيع زد في تربيع، يلا بحكي 36 2 4 تربيع تساوي اس تربيع زد في تربيع اللي هي 2.7 تربيع، نحسب عليها قدامكم يعني مشان تتأكدوا. 36.24 تربيع ناقص 2.7 الجذر. شلون كيف اجيب الجذر بصراحة؟ ايه الجذر 36.03. هذه حاسبة دقيقة، حاسبة عادية، حسبتها على الآلة حاسبة العادية طلعت 36.139. هي 36.139، هاي الآلة حاسبة بس كانها خلل أو شيء، إنه زي ما حكيت لكم بس أرجع أتأكد يمكن أنا غلطان بشيء. 36.24 لكل تربيع ناقص 2.7 لكل تربيع. جذر أنسر هاي، هي شكلي غلطان، 36.139 الطريقة الأولى مشان أحسبه. الطريقة الثانية إني أحسب الإيرور على المسافة، يعني كيف أحكي؟ ببساطة، ببساطة شو أحكي؟ القانون هاي أنا راح أحلها، القانون اللي هون سالب 2.7 تربيع في 36، هذا سالب 1، بالتالي اس فتحة هي اس سي 5، طلع الخطأ بالسالب عوض إشارة سالبة بيطلع معي الطول هذا، فالطريقتين صح. في ضغور يعني صح بيكون في عندي الخطأ. السؤال الخامس يقول لي a distance was measured using a tape actual length 20.026، يعني ال L1 الطول الفعلي 20.026، measure distance to be 230 S 234.12 Friction force 17 capital 1 17. The temperature in the field اللي هي 2 نسمون 40. Find the actual distance knowing that A section area A 0.02 الوحدة سنتيمتر مربع، معناته أموري تمام. thermal expansion 10.5 وحدة دائما سلسيوس، لل E 2 10.6 وحدته كيلوغرام سنتيمتر، الوزن مش على المتر 1.1 كيلوغرام تمام. بس لاحظ انا معطيني المسافه الفعليه، يعني معطيك سي بالفعل سي 1 كمان درجه حراره سي 2، معطيك كمان وزن هذا كان قانون الساق، يعني معطيك سي 4 سي 3 شو كان يقول عن تنشن فورس، معطيك تنشن فورس معناته معطيك كمان سي 3، يعطيك إشي بخصوص الارتفاعات، يعني سي 5 مش معطى. طيب راح تسألني سي 1 وين الطول الفعلي للمتر؟ منطقيا احنا قلنا سيستماتيك ايرور، سيستماتيك ايرور يعني الخطأ قريب عن الخطأ الفعلي بس هو خطأ بسبب الظروف الجوية. اذا الطول الفعلي 20.26 قديش طول المتر؟ طول المتر اجباري 20، مش لازم يعطيك اياه، يعني انت خلص من المسافة المقاسة بتعرف انه طولك قديش، طول المتر تبعك عارفين الستاندرد. لو اعطيك اياه 26 خطأ الاكتوال لينث، فبدك تعرف انه ال هي 30 انها وصلت. يلا هسه بدي احل، يلا بتبع الحل. اعطاني الشيء يعني شايف ال معطيك اياه 20 تي 1 تي والفا تي، ولاحظ هاي قلنا حفظ 5 كيلو جرام مش الحراره 20، هاي حفظ دبليو كابيتال 1.1 في دبليو سمول هي دبليو على ال تمام. الان ركز هون